وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني. رمضان أهلا بك معنا، حدثنا عن آخر التطورات المتعلقة بالحادث. نعم عفراء، يعني آخر التطورات هي إحصاءات الضحايا من هذا الحادث. يعني بحسب وزارة الصحة المصرية أن عدد الوفيات بلغ حتى هذه اللحظة 12 ضحية، وعدد المصابين بلغ 39 مصاب حتى هذه اللحظة. بالنسبة للإصابات فهي الإصابات بحسب بيان الصحة أيضا هي إصابات طفيفة وبسيطة، وليست بها إصابات خطرة قد تؤدي إلى الوفاة. أيضا بيان هيئة السكة الحديدية بخصوص الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحادث هو انفصال عربتين من القتال، من عربتين من القطار، أدت إلى ارتدادها إلى الناحية الأخرى من السكك الحديدية واصطدامها بقطار البضائع المحمل بالبضائع الثقيلة، ما أدى إلى هذا الحادث. أيضا يعني الإصابات وبالنسبة للوفيات فهي تم تسليم كل جثمان إلى ذويه، أما المصابين فهم موزعون على أغلب مستشفيات محافظة البحيرة والإسكندرية، وهي يعني تبلغ من القاهرة بحوالي مساحة 200-250 إلى 300 كيلو متر من القاهرة. يعني أيضا هذا الحادث على الفور يعني قام وزير النقل المصري هشام عرفات بالتوجه إلى منطقة الحادث وتجول في تلك المنطقة للوقوف على الأسباب الحادث والاهتمام بالمتوفين وتسليمهم إلى أهلهم، وكذلك أيضا وزير الصحة وأيضا رئيس هيئة السكك الحديدية وأيضا وزيرة التضامن للوقوف على يعني كل ما يلزم من أهالي الضحايا. نعم، مراسل أخبار الآن رمضان المطعني كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.